يعني امتى فكرت في الحاجه؟ كان لازم بقى يعني حلم الدراسه ده كله. ادركت انه رنيم تعني لك اكتر بكتير من الزماله والصداقه. هو الموضوع يعني هو كان تطور تدريجي طبيعي جدا. يعني احنا اتخرجت وبعدين خلاص بقيت فول تايم بلعب سكواش. يعني هي حياتي كلها بقى شغلي هو السكواش، ما بعملش حاجه تانية. فطبيعي ان انا لما ده هتكون حياتي هختلط بالناس اللي زي اللي بتشتغل نفس الشغل. واحنا انا كان معايا في النادي بطله عالميه امنيه عبد القوي، وهي موجوده في الصوره هنا في النص. دي اول مصريه توصل نهائي بطوله العالم وتبقى من احسن اربعه على العالم. دي كانت زميلتي في نادي الجزيره واحنا كنا اصدقاء اقوياء جدا، وفي نفس الوقت هي صاحبه رنيم قوي. فمن هنا بدانا ان انا يعني بقينا بنخرج. انا طبيعه الخروجات انا واصحابي في النادي امنيه بتبقى موجوده وامنيه اصحابها هييجوا، رنيم كانت واحده منهم. فبقت الخروجات كتير قوي ما بيننا رنيم متواجده فيها، وحصل الموضوع بقى تطور طبيعي يعني. وجواز تقليدي جدا، الاهل راحوا طلبوا ايدها، الاهل طلبوا هو يعني ولا لا كان ما كانش تقليدي؟ هو اصل احنا اهالينا يعرفوا بعض برضو من احنا اطفال. هي الفكره كلها ان احنا نعرف بعض من زمان قوي، فاحنا عدينا من الرسميات دي بس بطريقه خفيفه يعني. لا يعني التقليدي اللي هو ايه يعني مش عارفه ايه على مين، مش عارفه ايه الخطوبه لازم تقعد قد كده، في اشتراطات كده بتبقى؟ لا احنا الحقيقة. احنا كنا متساهلين جدا في الحاجات دي. اهلنا الحقيقه ما كانش في اي شروط جداً وسهلين جدا انا اعتقد يعني. ما كانش في اي ضغط من في اي شروط. هم غالبا كانوا واثقين فينا ان احنا ناس يعني مسؤوله غالبا. يعني ماما من اول يوم بتقول لي سيبيني افرح، نفسي افرح، اديني فرصه افرح. انا بحاول اقنن الحاجه وهي بتحاول تكبر الحاجه. فيعني في الاخر بقى سبت لها. يعني انت مش عايزه تعملي فرح كبير يا رنيم؟ احنا احب ان انا اعمل فرح فيه الناس القريبين جدا مننا وهم اللي يبقوا معانا في الايفنت. بس بطبيعه حياتنا الناس اللي نعرفها كتير قوي الصراحه، يعني سواء في مجتمع سكواش او كل واحد في حياته الشخصيه، واسرنا بيحبوا يعزموا اصحابهم ومعارفهم وقرايبنا كلهم. فاعتقد في حالتنا احنا كانوا الاهل هم اللي عايزين يفرحوا، مش يعني مش قدنا احنا. طيب حياتكم عباره عن سكواش بس؟ يعني ممكن نقول كده. يعني طبعا في مصر لو عندنا فتره زي الصيف ما فيش بطولات، بيبقى هي تمرين تمرين تمرين. بس طبعا بنحب دايما في اخر الاسبوع يبقى عندنا مثلا الخميس بالليل والجمعه يبقى اجازه، بحيث ان احنا نعمل حاجه مختلفه، نروح نتعشى في مكان ظريف. عشان كنت عمال اقول هل مثلا كابل او زوج زيهم يبقى عندهم هوايات اخرى غير سكواش؟ صعب جدا، ما عندكوش وقت. ما فيش وقت قوي الصراحه. دي حقيقه فعلا. هو سكواش وخلاص. وبتروحوا التمرين مع بعض؟ لا احنا بنتمرن مع نفس المدرب. ففتره الصبح ممكن هي تسبقني تروح تتمرن لياقه في حته، وانا اروح اتمرن مع المدرب، وبعدين هي ما تخلص تيجي تتمرن مع نفس المدرب. بس بالليل طبعا يعني مش شرط خالص، لان حتى انا بلعب في نادي وهي بتلعب لنادي تاني. بالظبط. فاحنا مش انا في وادي دجله وهو في نادي الجزيره، فكل واحد في طريق. يعني احنا على مدار اليوم مش بنحتك ببعض كتير غير في البيت في نص اليوم وبالليل يعني.